وانا يقولوا لي متغرم بحي العام، ضايل شارع المرور ماكو بحي العام. غرموه لعدم الامتثال للاشاره الضوئيه في شارع يخلو من الاشاره. وصلت جيت يعني صدف على داره المرور، شو ما لقيت روحي مغرم 200,000 وعابر عليها شهر صار 400,000. 400,000 قلت عمي شلون هاي متغرمني؟ قال مغرمك فلان فلان رائد مغرمك وين؟ بحي العامل. جيت رائد قال لي وين مغرم سيدني؟ قال لي والله ما ادري يكون مغرم مكانه. قلت له سيدي شلون انا مغرم وما ادري بغرامتي؟ غير اكون عندي علم غرام. يقول لي لا تشتكي اشتكي. ويقول لي متغرم عدامتي شارع شو اسمه؟ اضاءه المرور، اضاءه اشاره المرور. وانا يقولوا لي متغرم بحي العامل، اضاءه اشاره المرور ماكو بحي العامل. يعني المنطقه اللي متغرم بها ما بها اشاره مرور اللي ذاكريها. طيب سالت بالمرور انه اكو غرامه 200,000؟ لا ما سالت، سالت يقولوا لي ماكو غرامه 200,000. والله. يقول ما قال ماكو غرامه 200,000، هي غرامه لا تتجاوز 20,000. 20؟ هي 20,000 غرامه. قلت له قديش متغرم هذا 200,000 ومتضاعف عليه بدون ما ادري يعني. فهذا اشتكيت وشكوتي ما مشت. والله متضاعف صار على 400,000. شو تريد؟ انا اريد حقي المراد. يعني ليش مغرمني بلا سبب؟ انا ما ادري. غير يعطيني وصل، يعطيني شيء. يعني انا اكون من يعطيني وصل اكون انا خلال 72 ساعه اقدر ادفع 100,000، ما ادفع 200,000 لو عندي وصل. ليش متضاعف على سعر 400,000؟ طيب يعني هو مغرمك قبل 200,000؟ قبل 200,000. شفتها بالوصل يا مغرم؟ شفتها بالوصل موجوده في 200,000، وانطوني وصل قالوا تعال ادفع، قلت ما ادفع ما عندي. اشتكيت انت؟ اشتكيت انا. وين اشتكيت؟ شنو صار؟ اشتكيت وهاي ووصلت ورجعت اشتكيت بالشهون ورجعت سوى للمال الدائره مال سيف سعد وشو اخذت لها مده شو انه خابرت عليه يقول سكرها القاضي سدها القاضي ما عرفت ايش ما دقيت عليه يعني هنا ما يطوني هذا نشد دام المضبوط يقول سكرها القاضي يقول انت مخالف يقول احنا دزينا على الضابط واتقرنا يقول انت مخالف نفس الشغله يقول وين مخالف انا؟ قلت وين اكو ضاعت شو اسمه؟ يعني ما ينطون ما يطلعون على مخالفتي يعني شنو تعتقد هذه بعد انا ما اعرف يعني في هاي الشغله يعني ليش مغرم؟ شلون يعني دق؟ حقيقيه انت مخالف؟ انا ما مخالف متأهد يعني لو يعطيني متأهد يقول انت مخالف انا ايش يريدني انا خسر؟ عندهم عداوه يعني ما الرجال ما اعرفه بس ليش مغرمنا راد ما اعرف طيب يعني مغرم 200,000 اكو غرامه 200,000 سددت انت؟ ما سددت والله لحد الان لحد الان موجوده كيف صارت عليك هسه؟ هسه ضاعفه صارت 400,000 400,000 وبعد اذا تبقى شهر تظل هي ثابته 400,000 ثابته؟ ثابته 400,000 600؟ لا ثابته 400,000 والله قلت لي وين بحي العامل؟ يقولوا لي انت مغرم بحي العامل وبالوصل مكتوب عني عندي اضاءه هذا علامه اشاره المرور شلون هاي الضوئيه علامه الضوئيه ماكو اشاره مروريه مروريه بحي العامل فقط ما كل هاي علامه اشاره مروريه ماكو